سلام حسين رئيس جمهورية العراق الثلاثي ولا سلام حسين المجيد سلام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق تولد 37 مضبوط مضبوط نيسان 1937 بالمهنة رئيس جمهورية العراق السابق مستمر رئيس مجلس الثورة المنحل رئيس مجلس الثورة المنحل المجلس الأقدار فقرة الإسقاط حزب البعث المنحل قائد العام للقوات المسلحة العراقية المنحل سبت قوس على ذمي منها كل يدنا تحقوص كل يدنا لا نهاية من تحقوص سابق سابق شكو محل قامة تارك والعراق كل بيئة حيوان في مكان سيء نعم اسم الوالدة اسم الوالدة صلوا حتى الصلاة صفحات اسم الوالدة اسم الأم صفحات الفاتحة أفاد ما يلي بعد أن عرفت هويتي كوني قاضي تحقيق المحكمة ممكن استفسار تفضل حضرتك لازم تعرفني بنفسك بس أعرفك الناس في الوقت الحاضر خلاص قول وحاعرفك بنفسي سيد الصدام أنا قاضي تحقيق المحكمة المركزية العراقية نعم أنا قاضي تحقيق المحكمة المركزية العراقية موجود صدق بس حتى يكون عندي عدل نعم قاضي تحقيق تحقيق المحكمة المركزية العراقية بأي قرار شكلت؟ أنا العراقي أمثل العراق. ولكن أنت أنا معين بمرسوم جمهوري سابق في ظل النظام السابق. تمام ولا نعم. ومستمر حاليا بالعمل القضائي. وأنا أريد في هذا أنه كل عراقي يحترم القضاء العراقي. بالضبط. لذلك القضاء العراقي تشكل منذ البداية كقضاء ذا قيمة يمثل إرادة الشعب في الحق. إن شاء الله تمام؟ إن شاء الله فلا ينبغي أن تعمل بموجب قرار لقوات تسميها قوات التحالف أي قوات غزو أول شيء بس أحب أوضح لك نقطة مهمة جدا إنه أنا قاضي في زمن النظام السابق أنا أحترم القوات أنت تعرف وأتعامل أنا أعرف أنت حضرتك تحترم العملية القضائية ومستمر بالعمل القضائي وحضرتك كمواطن عراقي شأنك شأن أي مواطن عراقي من تنسب لأي تهمة أو جريمة يقضى أمام القضاء العراقي فهذه الإجراءات إذا أثبتت يدان وإذا لم تثبت بالدليل المتوفر موجب القانون تخلى سبيلا من حقك أن نتوقع وننظم ذلك بمحضر ضمانات لذلك عندما أشير أقول رئيس جمهورية العراق ليس المقصود الجانب الشكلي ولا التشبث بالوظيفة وإنما لأؤكد لشعب العراق العظيم لأنني أحترم العراق هذا واحد الثاني حضرتك الآن استدعيتني هنا لكي توجه لي اتهام لا أعلنك بالجرائم المسندة إليك الجرائم شو سميتها جرائم مسندة إليك المسندة إليك طيب يفترض الاتهام عفوا الاتهام إذا ما انتهينا من عملية تحقيقية
فقاعدة التحقيق بموجب القانون هي قالت هل هنالك أدلة أو لا توجد أدلة؟ إذا كانت أدلة يحال المتهم على المحكمة، ومحكمة الموضوع هي التي توجه الإتهام. دعني أفضلك حتى بس أبقى من جانب القانوني بالضبط في هذا. أي متهم لما يحضر أمام محكمة ينبغي أن يسبق هذا تحقيق. هذه مو محكمة، هذا تحقيق. تحقيق؟ نعم هذا تحقيق. نعم. هذا بس عم ليش هذا أوضح لك هاي النقطة. فإذا يعني أرجو أن تتذكر أنك قاضي باسم الشعب. إن شاء الله. مو على مود تحكم أو لا تحكم عليها، هاي بالنسبة لي يعني مو هو هذا المهم. المهم لك أن تتذكر أنك قاضي. أنا لذلك قاضي. لا تذكر شيء اسمه قوات الاحتلال اللي يعتبرها شعبك. أحكم باسم الشعب. خلاص وصلاحياتي موجودة بالدستور. أحكم وأحقق باسم الشعب كقاضي في العراق. كقاضي عراقي. ليش تشاهد ذلك؟ يعني في كل الأحوال أنت. واحتلال الكويت تهمة السابعة مع الأسف. كان يحصل هذا بالعراقي. بس أنت يعني أنا عارف. القانون موجود. عارف. قانوني. القانون في حق صدام حسين لأن الكويتيين قالوا أنه العراقية راح نخليها بعشر دنانير تنزل إلى الشارع ونزل بشرف العراقي دافع عن العراق وأحيا الحقوق التاريخية تجاه هذول الكلاب. لا تتشجم على أي شخص. إذا من فضلك اسمح لي أن لا أوقع إلى أن يحضرون المحامي. هذا صراحة.